حياكم الله أصدقائي الأعزاء، أتمنى الجميع بخير. طبعاً اليوم الحقيقة سمعنا أصوات أفراخ الكويل توصوص، إذن معناها بدأ التفقيس. هذا صديقنا شادو. هاي شادو، how are you؟ hello. فالحقيقة أنا كنت مسوي إلهم لوك داون، شلت رفعت الماطور اللي يحرك ميكانيكيا تدوير البيض، والحقيقة آخر مرة كنت أنا متخوف إنه الحقيقة لأنه من الشيء اللي أرسل لي البيض أنا أوردرته أونلاين في هذه الحاضنة الفاقسة الأولى، كنت متخوف انه سوف يفسد البيض ولا يخرج منه شيء، لانه جاءني طريقة باكيجينج جدا رديئة، وكانت احد البيوض مكسورة والريحة مقززة، فقلت انه ممكن ان يفسد كل البيض او هو اساسا البيض فاسد، واذا حدث هذا الشيء فممكن ان اكتب ريفيو انه هذا السيلر لا تشترون من عنده بعد، لأنه لا يعتني كثيرا بمسألة يعني التغليف وإرسال البيوض بالطريقة السليمة مثل الوجبة اللي جاءت في هذه الفاقسة، وأيضا ننتظر ماذا سيحصل من هنا. ولكن الحمد لله الحقيقة خاب تفكيري، وهذا أفضل، وبالعكس أنه خرجت البيوض فقست وسمعت أصوات الأفراخ هنا، وسوف أنقلهم إلى الحاضنة الجديدة وسوف أتحدث عن هذا الموضوع. تابعوا بالفيديو معي أصدقائي، لا تنسون إعطاء اللايك والسبسكرايب. هكذا أحبتي نحضر الحاضنة للأفراخ. شوفوا كيف أنا أستخدم هذا حوض الأسماك أستخدمه، والآن راح أعطيهم. شوفوا أنا حطيت أحجار حتى لا تسقط الأفراخ داخل، راح أضع قليل من الماء مع العسل، هذا هنا أنا حضرته ماء مع عسل في أول يومين، وسوف أضع لهم أيضا الطعام وأنقلهم من الفقاسة إلى هذه الحاضنة حتى يكملون تقريبا أسبوع 10 أيام، وبعد ذلك أنقلهم إلى مكان آخر أفراخ السمان أحبتي. الآن سأبدأ بنقل الأفراخ إلى هذه الحضانة من الفقاسة إلى هذه الحضانة لمدة 10 أيام حوالي أو أسبوعين.